يسرنا اليوم الحضور من داخل مجوهرات روسونيرو من ميشيل صغيب، واللي أقام حفل من أجل تكريم الإعلامية هيفاء الحسيني كامرأة قوية صانعة للابتسامة، صانعة للأمل، صانعة للحياة. فبالتأكيد خليكم يا لكن سنرحب بها بصفقة عالية وترحيب رائع إيجابي قوي وجميل يليق بإيجابيتها، يليق بحبها للحياة، تمسكها. رحبوا معي بتصفيق عالي بالإعلامية الجميلة هيفاء الحسيني. روسونيرو من ميشيل صغيب السيد ريتشارد الذي جمعنا اليوم بهذه المبادرة الإنسانية الجميلة وهذه الشركة التي دائما وأبدا تؤكد على الوجود الإنساني قبل التجاري. فأهلا ومرحبا السيد ريتشارد وشكرا لما قدمته. مساء الخير، مساء الحياة، مساء العراق العظيم. شكرا جزيلا. أنت اليوم سيدة هيفاء الحسيني امرأة، امرأة عظيمة بأنوثتك، امرأة بفكرك، امرأة بنجاحي، امرأة بإصراري، امرأة بحبي. ما بقدر أعبر أكثر من هيك لأنه الكلام ما بيخلص. شكراً جزيلاً. لهالسبب حبت الشركة تطلق عليك لقب امرأة صانعة للحياة لأنه بتستحقيه. شكرا ريتشا هيفاء على حضورك. احنا حابين نسمع شوي لان كل الموجودين حابين يسمعون منك. متى كنت تسمع تجربتي؟ أنا هيفاء الحسيني إعلامية. قبل ما أقوم أي شيء لأن أخذ مني الإعلام بشكل، هيفاء الحسيني رئيسة منظمة الأمل للإغاثة والتنمية اللي تابعة للأمم المتحدة. عملنا هواية في هذا المجال. هيفاء الحسيني مديرة قناة زاغروس في بغداد والمحافظات. هيفاء الحسيني مقدمة برنامج سياسي اللي هو بلا أقنعة. أريد أتحدث بعفوية وأتمنى يكون حديثي أيضاً نصف للسيدات الموجودين اليوم معنا. يعني. جماله وفاعليته دخلت كل قلب.
القلوب الموجودين. فاليوم أنا منتصرة. أنا سعيدة جدا عندما مو منحازة لكوني امرأة، بس منحازة للمرأة الفاعلة القوية صاحبة المنجز. فالست هيفاء الحسيني صاحبة منجز، قدمت الكثير وعانت الكثير وبقت صامدة ومنتصبة، منتصبة القامة والفكر. لما أسمع امرأة بهذا المستوى وتكرم بهذا التكريم فأقول لها ألف مبروك وتستاهلين، لأنه التكريم إجاب مكانه ولإمرأة تستحق. للصراحة اليوم ما في كلام يعبر عن الحفل اللي قيمته الشركة روسونيرو من ميشيل صغير، لأنه نحن حبينا نوصل وندعم كبراند عالمية السيدة هيفاء الحسيني بالامرأة صانعة للحياة، لأنه تستحق هيدا الشيء وهيدا اللقب. وكان نحن من القلب داعمين الامرأة العراقية بهيك شخصية، بهيك نضال، بهيك إذا بدك تشبث بالحياة بكل صلابة. فهيدا الشيء كان فخر لنا نكون نحن من الداعمين، وتستحق منا السيدة هيفاء كل التقدير والاحترام. بالطبع هذا اليوم أكيد أنا كل السعيدة أنه أتكرم بامرأة صانعة للحياة، صانعة للأمل، امرأة قوية من قبل مجوهرات ميشيل صغيب بالعرصات. سعيدة جدا يكون هذا التكريم من قبل هذه المؤسسة للمجوهرات اللي متواجدة في جميع أنحاء العالم. هاليوم كان احتفالية جميلة جدا، كان أكو تواجد كبير من الأدباء والمثقفين والإعلاميين وسيدات أعمال وأيضا رجال أعمال. أيضا سعيدة أنه مؤسسة مثل مؤسسة ميشيل صغيب للمجوهرات تقوم بهذا العمل وهذا التكريم، واختارتني أن أكون أنا مثال للمرأة القوية، المرأة صانعة الحياة وصانعة الأمل. شكراً لهم، شكراً لهذه المبادرة، وأتمنى أنه تكون رسالتي اللي دائماً أسعى إلى تحقيقها هي الأمل والقوة والتحدي وأيضا مصالحة الذات. أتمنى تصل لكل سيداتنا. التفاتة ماسية مثل ما هم ماسيون، التفاتة ماسية لامرأة ماسية تحملت المرض، تحملت الألم، وتحملت التحدي، وكانت أكبر متحدية هي المرأة الماسية ست هيفاء الحسيني. تحية تقدير وحب لها، ليست كإعلامية فقط بل كسيدة مجتمع ترمز إلى الجمال، ترمز إلى نقل الحقيقة عبر قناتها، عبر برامجها. فهذه الالتفاتة الماسية حقيقة مدعاة فخر. اليوم أقدم التهاني الست هيفاء
الحبيبة الجميلة الصديقة والأخت والابنة. يعني أنا أعجز بالكلام عن هيفاء وشهادتي بيها مجروحة، لأنه نرتبط بصداقة طويلة تمتد إلى أكثر من 15 عام. خلال هاي السنوات الطويلة ما شفت من عندها إساءة، ما حكت على أحد، ما نافقت، دائما واضحة ومستقيمة وصريحة. فهيفاء نموذج للمرأة العراقية الملتزمة بعملها ومبدعة. هيفاء صانعة للجمال وصانعة للحياة، ودائما تصنع الإبداع ويكون إلها عطر تنث بيه مثل زخات المطر الجميلة اللطيفة بأي مكان هي تقعد بيه. فلذلك شريد أقول اليوم هو قليل، فاحتفالنا اليوم بيها أنه قامت بالسلامة، وأنه هي من صناع المحتوى الجميل الراقي، من صناع الحياة، فنقدم لها التهاني والتبريكات ونأدي لها ألف تحية. أحب أبارك لقناة زاغروز الفضائية عودة الوجه اللامع، الوجه الذهبي الإعلامية التي حقيقة لها بصمة في قلوب كل العراقيين والعراقيات وفي قلوب زملائها، ألا وهي الإعلامية هيفاء الحسيني. سعيدة جدا بعودتها للشاشة مرة أخرى، سعيدة جدا بما يعني الآن تقوم به في من مواكبة سياسية لكل أحداث في هذه القناة الجبارة التي نهضت وأصبحت الآن تدخل إلى بيت كل بيت، يعني شاشة كل بيت عراقي. سعيدة اليوم أن عودة الإعلامية الكبيرة الرائعة هيفاء الحسيني بعد أن تحدت وتغلبت على المرض. اليوم نحن هنا في بغداد ونشكر إدارة مجوهرة روسونيرو من ميشيل صغيب على التفاتتها الجميلة بتكريم الإعلامية هيفاء الحسيني باعتبارها امرأة صانعة للحياة، لأنها ليس فقط تصنع الحياة من خلال برنامجها، لكن عكست وعطت يعني وجه قوي للمرأة العراقية المتحدية. طبعا أحب أشكر مجوهرات روزانيرو اليوم على هذه الجمعة الحلوة للي إحنا جايين ومجتمعين اليوم حتى نكرم أيقونة الإعلام اللي هي مثال للمرأة الصبورة، مثال للمرأة يعني صارت قدوة للجميع، لأنها تحملت المرض ومرت بظروف كل الصعبة، وشفناها كنخلة عراقية شامخة طلعت من الأزمة، والحمد لله أشكر رجعت اللي الحبايبها واللي الإعلام. وأتمنى من كل امرأة تقتدي بست هيفاء الحسيني وأن تحذو نفس حذوها، ويا ربي إن شاء الله ما يحرمنا من طلتها الحلوة. وشكرا لهالجمعة الحلوة اليوم اللي جمعنا بيها، وشكرا للروزانيرو لأن اليوم هم حيكرمون الست هيفاء الحسيني، وإن شاء الله يا ربي صحة وعافية إلها، وإن شاء الله ما تشوف أي مكروه يا رب العالمين. أولا إحنا نعجز نوصفها، لأن هي سيدة حتى ما وصلت للآخرين ألمها، وإنما كانت مبتسمة دائما، سيدة صنعت الحياة، سيدة مجتهدة وصارعت الألم وبوجه مبتسم. فهي فعلا قدمت مسيرة حقيقية للشخص اللي يحاول انه يكون ايجابي بمجتمعه. بهاي المناسبة اتمنى الصحة والسلامة ست هيفاء الحسيني، والخصها بكلمة واحدة: ام الانسانية وام الخير. يعني هاي فالصفة شفتها بيها حبيتها، الله ينطيها الصحة والعافية دوم. والآن هي تنشر رسالة وعي بين الجماهير وخاصة السيدات العراقيات بضرورة أنه ينتبهون لنفسهم ويهتمون بها، وتحمل رسالة بحب الذات، أنه حب الذات بالاهتمام وبالرعاية، لأن بالتالي إحنا مسؤولين عن رعاية أسرنا وبيوتنا. الآن نشكر يعني من خلال يعني كنا نشكرها، طبعا قدمت لنا رسالة وعي من ضمن محاضرات سابقة، هي مستمرة بنشر هذا الوعي، وأنا كنت واحدة منهم اللي بعد ما سمعت قصتها رحت سويت كشف وشجعت عائلتي. ونشكر مجوهرات صغيب وهاي المؤسسة ماروزينيرو على يعني هاي المبادرة الراقية. أنا بشرفني كثير أنه الست هيفاء تكون اليوم هون بروسونيرو عم تتكرم كامرأة صانعة للحياة. أنا بالنسبة لي هي منا بس
امرأة قدوة لي بالمرض وكيف تغلبت عليه. هي أنا بالنسبة لي شخصية يحتذى فيها بها، وأنه نتمثل كلنا فيها كيف كانت وكيف صارت وكيف وصلت. في لقاء جميل جدا، وفي أجواء تحث المشاعر على الانبعاث والتعلق والتحلق في أعلى سماوات، فمن يصنع الحياة يستحق أن نتوقف عنده. فالست هيفاء الحسيني الإعلامية المتألقة صانعة الحياة بزرعها للأمل في كل نفس، بإيحاءاتها، بشحنها للروح، بإيجابيتها في هذه السعادة، في هذه اللحظات الممتعة نحس أننا نحلق عاليا في أجواء تبعث في النفس الأمل، وتبعث أن الحياة تستمر رغم المعاناة ورغم كل الظروف والسلبيات، إلا أن الإيجابية في النفس والروح العالية والثقة بالنفس ترفع المعنويات وتجعلنا نصنع الحياة. وهكذا هي الست هيفاء، من صنعت الحياة لغيرها وأثبتت جدارتها في هذا المجال. شوقاً بقلبي لك يا ما يتفسر، مالين حبك كثر ما تتصور، انت الغلا وانت الحلا والروح، لياك ايام العمر تتباثر، وانت المدلل مالتي واتباهى باسمك باشتي، اتعب اذا عن غبي بس يمك اخذ راحتي، يا بعد هاي وهاي يا قلبي والنبضاي، خايف عليك من الهوى يل تشبه الورداي، عايش حياتي بحبك ضمن حبيب بقلبك، خليت للدنيا طعم وكعني فدوى لقلبك، عايش حياتي بحبك ضمن حبيب بقلبك، خليت للدنيا طعم وكعني فدوى لقلبك، وانت المدلل مالتي. الأستاذ ريتشارد والست هيفاء الحسيني، نقول لكم حياكم الله. أكيد نأخذ كلمة من الأستاذ ريتشارد على هذا الحفل اللي أقامته مجوهرات روسونيرو للست هيفاء كصانعة للأمل وصانعة للحياة. صراحة مساء الخير، مساء القنوات الكبيرة والعزيزة علينا وعلى شركتنا. سيدة هيفاء لا تتمن ولا تقدر، نحن جربنا نعمل قد ما فينا شيء لق فيها، لأنه هي اللي قدمته والعملته صراحة صراحة لا يوصف ولا يقدر ينحط، يعني مثل ما بينقال بمكيال. نتمنى لك كل التوفيق، نتمنى لك كل الخير. أنا فعلا عنيت بالكلام وقلت أنه امرأة التفكير والكلمة والثقة والمصداقية والصراحة والجهد والنجاح، نحن بنتمنى لك شركة روسونيرو من مجوهرات ميشيل صغيب تتمنى لك كل التوفيق، ونحن بنكبر فيك بشخص مثلك بهالبلد العظيم العراق الغالي علينا. ننتقل إلى صانعة الأمل، صانعة الابتسامة، ست هيفاء الحسيني، نقول الحمد لله على السلامة ولك. شكرا جزيلا. بالطبع أنا هواية سعيدة هاليوم، يعني أتكرم من قبل مؤسسة كبيرة جدا للمجوهرات ومتواجدة في جميع أنحاء العالم،
مؤسسة ميشيل صغيب، اسم معروف في جميع أنحاء العالم. شكرا لهم لأن اختاروني أني أن أكون صانعة الأمل، صانعة الحياة، صانعة الابتسامة، الامرأة القوية. سعيدة هواية بهذا التكريم، سعيدة أنه قدروا يجمعون هذا العدد الكبير من المثقفين والأدباء والصحفيين وأيضا الشخصيات المهمة والمؤثرة بالعراق في هذه الاحتفالية الكبيرة. يعني أعتبرها لأن بالفعل التكريم مال هذه المؤسسة للمجوهرات هو تكريم كبير بالنسبة لي. شكرا لكم وشكرا لكل شيء قدمتوه للإنسانية. أنا أعتبر عملكم إنساني لأن فعالياتكم مستمرة حول العالم من أجل دعم الإنسانية. وبما أنه أنتم اختاريتوني أنه أنا أكون صانعة الإنسانية، صانعة الأمل، صانعة القوة، أكيد راح نكبر مؤسستكم للمجوهرات مع عملنا الإعلامي. مؤسستنا مؤسسة كردستان وقناة زاغروس، إن شاء الله نكبر ونعمل مع بعض أكثر وأكثر. شكرا لكم وكل شيء قدمتوه جميل هذا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ ريتشارد، شكرا للست هيفاء. لهنا أنا نختم اليوم تغطيتنا من داخل مجوهرات روسينيرو. شكرا من جديد إلى روسونيرو ميشيل صغيب، شكرا إلى صانعة الأمل والابتسامة ست هيفاء الحسيني. نلتقيكم في تغطية وفي لقاءات أخرى في أمان الله.